تحسوا على انفسنا اولا حتى اعطي الكلمه الان. اسمحوا لي، اظن اننا لا نخرج الصمت. ينعقد مؤتمرنا الرابع للنقابه التقنيه للصحفيين المصريين والسادس والعشرون للمهنه تحت شعار حريه الاعلام اساس الانتقال الديمقراطي. ان مختلف هذه الاصلاحات لا يمكن ان تحجب اكبر تهديد واجهته مهنه الصحافه ولا زالت تواجهه الى الان، وهو التشغيل الهش والاستغلال الفاحش لطاقات الصحفيين والعاملين داخل وسائل الاعلام وخاصه النساء والشباب. ان مناخ التفخير والتهميش والتشغيل الهش داخل وسائل الاعلام مكن النظام الاستبدادي في السابق من تدشين الاعلام وافساده للانتقال الديمقراطي برمته. السيدات والساده، لقد فتح باتفاق بين الاطراف المهنيه والحكومه اعلن عنه اضعاف الامعاء الخاويه في سجون الاحتلال الاسرائيلي، اكثر من 1700 اسير من بينهم 28 صحفيا يخوضون معركه الكرامه، كرامه فلسطين والعرب. ويوجه المؤتمر تحية إلى المناضلين في سجون الاحتلال. الكتاري وسفيان الشرابي راجيا من الله عودتهما سالمين. كما هي مناسبة لأعبر معكم عن تضامننا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني وهم يخوضون وتحية من القلب إلى مؤتمركم الذي نتمنى لأشغاله التوفيق والنجاح من سياسي إلى آخر، فهو في نفس مقام الدستور الجديد وهمته بالتالي في تحفيز النخب على تحمل مسؤوليات تشهد بكثير من الفخر والاعتزاز بالدور المحوري الذي لعبه الإعلام في إذكاء نار الثورة.